انا كنظن بان الهضره كان يمكن النتيجه ما كانتش شويه غادي نقبلها. علاش؟ لانه كنت كنحبد جوج زيرو واحد الزيرو، هادو هما النتائج اللي كنا كنلعبو حنا في لاكوب دافريك، لا ملي كنت لعاب ولا مدرب. جوج الواحد مع فريق اللي هو متمرس كاس الزمالك، مباراة كتبقى صعيبة ولكن ماشي هي دي النهاية. قادر الهضرة البركانية يمشي ويحقق نتيجة إيجابية. علاش؟ لأنه دابا الضغط غادي يكون على الزمالك أكثر، وأي فريق تيلعب داخل الميدان ديالو أمام الجمهور ديالو إلا وتيبغي يحقق نتيجة إيجابية عنده ذاك الفرق ديال الهدف خصو يبحث عليه، ولكن خصنا الهضرة البركانية دائما يكون يعني كيف كنقولوا حنا على أهبة في اي لحظه. الى اعتمد على انا ما عرفتش الشعباني اش من الخطه اللي غادي يعتمد عليها باش يقدر يرجع في المباراه كيف قلت لك ويشكل خطوره للزمالك. على اي باش ما نطولوش في هذا الموضوع، مباراه باقا ملعوبه ان شاء الله، وكنتمنى واحد موفق للنهضه البركانيه.